وين طيب يا اخي انقلع يا اخي الشيخ ابغى طيبك ما تخليني انا اعرف حركاتك دي ابغى طيبك والله بطيبك والله الطيب له للطيب الربع خلاص انقلع يا عيال يلا تاخرنا ايش فيها بدو نبغى نخرج طيب امشي يلا فين بنروح بنروح نتعشى خلاص على كيفك لا والله بتعشى والله ما نبغى نتعشى والله بتعشى الربع قال لي بنتمشى انت تبكي صح روح انت تمشى صح اي والله شوف اسمع مو بذنبي وخرك 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 مو ذنبي انك انت معطل ربنا يتعشى تاكل 20 وجبه في اليوم مو بدنا بدنا احنا صحيح والله توخر عنه والله توخر عنه والله توخر عنه بسرعة الربع اهرب اهرب الربع اهرب الربع اهرب الربع خذ العقال الله شكل ايش كذا تسوي فيه ترى مو عشان ولد خالتك وخر يا ولد وخر اترى كحلي هلا هقو لا تفضح عند الناس اتعلمهم الحركات هذه اوكي خلاص شكرا لا بس هي طاحت بالغلط خلاص والله خلاص والله خلاص الا يجي يجي شو مقهور شوف انا بكون شوف افا اي والله باقي اصلع ما في الا شعرتين كيف عايش وانت اصلع شك والله شوف ذبحت لي كابات شوف سب على انت حق ابو حسين شفت ذا لا راجع يلقط ابراج في ذمتي وسامه يا وسامه صل على النبي اللهم صل وسلم عليه والله يبشر الموضوع عندي في ذمتك والله عندي زي شعرك زي شعري عطى ابو سعد المخزوم وعد والله وعد يا حبيبي فضحتنا ايش ليه بشكل اريو جود از ار جود شفت شفت وين فضحت جود اري جود وين كحلي كحلي وحده على بالك اجنبي روح امشي روح امشي يلا يلا لا اله الا الله والله تشرفنا في الشباب الله يسعدكم جميعا من الاردن والله ونعم مؤذي الله يطعنك يا مؤذي حبيبي تشرفنا الله يسعدك يا رب مؤذي والله شبو على فكره ترى ما عاد احسك ربع الشديد الربع ذاك القحطاني فين القحطاني فين فين لا قلت له يا قحطان قال كم رايد الفترة الأخيرة يشوف نفسه عليك ليش إذا أنت قحطاني ادعمه بالساكل شديد والله قحطان ادعمه بالساكل هي وروح والله والنعم في قحطان الله لا يوفقك ولا طز فيك حماسك والله ونعفك احطان شديد شديد يا اخي اعطيه حقه حقه يا اخي صار على بي ما في دوره دوره واحد دوره بعشرة 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 خليه يجيب عشرة يا ولد لا لا جيب صل على النبي اخرنا ما في لا تبديده يرهن شيء يلا خذ دوره تعال روح تقول لي كفرات ياباني كفرات والله مغيرها طال عمرك من دلوب من دلوب جاب مغيرها تعال فين الجول حي لا والله صادق لا 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 ربع سامة حبيبي وينك يا اخي
موجود قرب 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 يا انا اللي شفت مع التافهين اللي معي اشرك بالله والله تعال شوف التافه اللي قدامك ولد نزل يدك على الربع نزل يدك على الربع اخو سعد ولد قبل تعال كله منك تعال تعال اوكي ما تعال جيب عندي جيب عندي تعال عندي يا عمري تعال تعال والله ما حد يهبك قدي تعال اذا فيك خير ارجع لا خلاص رجع افتح الباب بسرعه اركب بسرعه اركب بسرعه ابو هادي يهرب ابو هادي يهرب يمه اذا بتخير الحجري الحجري يا الرخمه يا التافه مين اللي شو ابشر اسامه لباه يا عيوني من مخرهم والله الربع الربع هو السبب حطيتوه على ذا المسكين ذا مسكين مسكين يا اخي تعرف ايش المشكله يا اسامه انه ما يدرون عنا يا اخي لا 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 يغرك لا يغرك لا لا يغرك القصور والله انا عارف اسمع الكلام شوف الرجال شو يقول لك انا اقول لك مقروع مقروع تعرف مع المقروع تعرف معنى كلمه مقروع اصلع حد سكين بينك وبينك في ضيافة الشيخ حمد بن جميل الله يسعدك يا حبيبي الله انكم محبوبين بعيد والله جابكم عندنا قريب الله يرحم والديك الساعة 5 ننطركم شوف قلت لك الرجال كريم وطيب خلنا على الراي راعي مشاكل يعني انت اللي قلت له على الراي يعني في ذمتك على الراي تغدى الساعة 5 ترى هذا سقور مو حمام يا هلا وغلا مرحبا والله اني صادق الله يبقيك وين قالوا لي مساكنين جبنا ليش تاخر فيه ساعه ليش جواته؟ ايوه وبلغ الحين بعد ايش فيك؟ نزل رجولك عيب احنا عند الضيوف نزل رجولك عيب 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 نزل رجولك عيب ايوه عيب يا اخي اسلم العزة نزل رجولك على الارض يعني اوقف يعني ولا شلون يعني؟ شو كنت نزل رجولك خلاص ابقى واقف اي خليك واقف كذا ما شاء الله تبارك الله العب يا كحول من متى لك في السقوف كيف من متى وسام انا دائما بردد نحن اسود هاوية شمس محرقه ما في صقر عدبها عصفور حنا الصقور يا اسامه العب خبرك انت عارف من العصافير ما شاء الله تبارك من متى لك في السقوف من 32 من ايام هناك افريقيا ايش نوعه هذا يا كحل؟ هذا يا طويل العمر ادهم ادهم خويك هو؟ مغمور ادهم مين ادهم ها؟ مغمور ادهم مغاور ادهم يا طير يا طير يا طير السعد يا اللي ترفع الجناح لا وهانيك ليا ضاقت عليك الأرض خليتها إن جيت ورحت يا طير السعد تشبه أبو بالرياح وظن ما فيه ديره فوق وجه الأرض ما جيتها